إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشركوا وحكبل أمي العربية بين يديك جزء اللباب حاسد بقول يستيد يصدم قراءة حرة وأخر اسم ضح بنان وقفك أخيه اقرأ النص هذا الكنص وصعود أقري وحل واحد كشق إيسا تدريباته اللي لسيد كترنا كشق في البيت قريق كشق وشق أردب على البرع يا مركا لتناقشه سياد وغلط دوضو مع زملائك صاحب بضع في الصف مركا أي مادان صفك أي مدرسة أدو حقوه يديسو أو أد اسوء إذا أرسلتنا قونتا كيف تختار مهنتك وحا أيكو صاحب صندها عوان كني سيدي أدو دوران إيسا ونحولان إيسا الشقادة آب قبانش خلق الله إلهي وحو أبوري الخلق إلهي بمخلوق أبوري مختلفين أيكو كل الدول في أنفسهم نفتو دي سكون نوع معها فكر كو دي سكون نوع معها وفي قدراتهم أودوا ذي كرتيدنا ويكل دوينهن وعليك رسل ريان وفي أعمالهم شقوين كي قبانا يعني ويكل دوينهن وعلى هاي ساوقو كل دويدتك نفتو ذا هي أودوا ذي كرتيدو ذا هي شقوين كي قبانا يعني لتستقيم سيعي أطوص ناطو على حياته نلوشة آدمه سيعي أطوصتو أي إلهي أكل دوي ويخدم بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا ويسو شقيان قارب قارو شقيان ويسو باهدان قال الله تعالى إلهي وحيري أهم يقسمون ما إيقا قيبية ضدك رحمة ربك نحريست الله إي أرساق دعو قيبين إي نحريست إي النبي النمد إي الدين إي علمك إي عافمات إي وحكستا وإلهي بحنا إيو ما إيقا ضدك قيبية ومايا نحن أنا قسمنا بينهم أقيبني لحدو دواتك معيشتهم نلوشو أنا أقيبني في الحياة الدنيا نلوش الدنيا أنا أقيبني وأنو البقية قفو البينتان الدون يوحان الدون أنا سيني قفنا ما الدورن كروحان إلهي ودورين منهل كروحان إلهي سين ورفعنا بعضهم فوق بعض قاربا قاربا نكسر ريسيني درجات بيكلس الرئيان هذا علم تهينا ويكلس الرئيان هذا عقل تهينا ويكلس الرئيان هذا عدود تهينا ويكلس الرئيان وحي والبا ويكوك لدوينهين وحلوك ليس الرئيسية ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ سوء غدكتو بعضهم ضدك قاركي بعضهم بركة سخريا قار ونبير وليليا ويكو شقي سنكران ولي صبهضو نين كمال قبانكي كفقير كاو باهين كفقير كنا كمال قبانكا او باهين كحوق بدني كحولها بدن او باهين كحولها بدن كحوق لو باهين كعلم قالهم كحولها لو باهين كمدحدي كمجاه او باهين كمجاهين كمدحد او باهين دمتا اسكو وضحدا والرحمة ربك إله أن حريستي سو خير iyada ka wanaagsan mimma ay jamacoon dadku waxana ay ururinayaan ay hanti iyo maal iyo wax la mid ah naxariista ilaahay baa ka wanaagsan haday cilmi tahay haday nimnimo tahay haday khayr oo dhan tahay yaani ma aha adduunyada uun ama hantida ma aha sheyga ugu qaalisan arsaaqda ilaahay way farabadan tahay warizq arsaaqda ilaahay bixiya yakhtalifu way kala duwan tahay من بيئة ديغان إلى بيئة ديغان كلين ديغان ما ديه الدلالكو إسوار ساق ماها يعني قبل الله إيه الدلال برواقع إيه قار فقيرة
أيها أنتم بتران قارب وحبال لجهرة وهو متفاوت رزقه كل دوية بين الأفراد أشخاص ميسو وده شوغنا إميل وده فردي إميل وده دقنا إسكوما مد أحا مد بوحبا إلى هاي كوكر ساقا وأكرب بديا أو أشخاص إسكو ميسو دقن بان إسكو مدهين دلالك الدوية إنا إسكو دقال ماها إسكو أرساق ماها ويكل وده دوان تهي تدك وده شوغال إسكو أرساق ماها وقرش ربانيا أي كوكا يبسنت أرساق والبشر بن آدمك مستخر والله سخر والله نبيري بعضهم بركوت لبعض بركة لو يسكو خسبيهن تذكر صبعان ما كان تيجي كريان دمتو لا يسكو دبر هيسا الفقير منك باهن مستخر والله سخر للغني كهانت لا هيسا وعدو أي شقة وكسور ديا استقى ببرية مكوش شقة يا بورنين والغني كان وحيستانا مستخر والله سخر للفقير كما مارم كرو ما شقيسن كرو حولي سما قبسن كرو هبانو كان شقد او باهن انا او شقين وحو ما قبسوميان وحو قبسوميان مشرك قنيغا اسغا او باهي بدن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري اعملوا شقايا كل فكل قف والب ميسر وحل لو دبيري لما خلق الله وحي لو ابوري وا لو دبيري اما عباده اما عمل الدنيا بقى oo qof waliba shaqada Ilaahay ugu abuuro ugu tala galay buu hayaa hadii cibaado tahay iyo hadii amal dunyada tahay ugu wada oo qof waliba amalku Alla baray uu ku shaqeynaya Ilaahay inta nool yahay walaa amila naasu dadku haday shaqeynayaan kulluhum dhamaantood fi mihnatin waahidatin haday isku shaqo qura dadku hayaan oo isku mid ah la tacadalad waxa xayir milaha oo xanibi laha baqiyatu masalihihim tanahooda intii kale oo dhan baad ee baabey ahay hadaan qofba qayb aqoon qof wax walba yaqaanaa ma jiro haduu wax badan yaqaanana wuxuu qabtaa way yartahay hadii aan makhluuqa qofba takhasus iyo shaqo gaar lahay oo isku wada shaqo u yihiin shaqooyinkii tan iyo kooban baabey lahaa walakin allah ilaahi ba sakhara u fudeydiyay oo u dhibireeyay oo u duleeyay bacdahum barkood la khidmati bacd barkale inay waadeegaan oo kan qaniyihi dadku adeegaya oo shaqeeya tusaalaha halaal waxa ay markaa wadanka lagu isticmaalayo kuwa maal qabeenka ee tijaarta aba keenaya ilaahay baa ku diray dhul aanad gaadheen oo qof u baahan lahayd bay ki keenaya albaabkaaga soo dhigayaan way ku shaqeeyaan aday ku shaqeeyaan way meel walba adiga kaga soo qaadayaan adna iyaga u shaqeysa oo ka yibsata ama aad u xamaasha ama aad u qortaa ama aad maamul u haysa oo nin waliba iyagu u shaqeeya iyaguna dadka u shaqeeya ma dayn karaan shaqadan waayo dhaqaalahooda ku xidhan noloshooda ku xidhan iyagaa ku qasbayna keenaan oo gurigaaga soo dhigaan oo dadka u shaqeeyaan dadku waxay mooyaan iyagu dadka u shaqeeyo iyaguna dadka u shaqeeyaan dadkuna iyaga ugu shaqeeya dadku dhan baa isku xidhan wahaadi kaasi yaati wuxuu ka yimaadaa isku sakhirnaantu halkay ka timaadaa iyo isku xidhnaantu waa min ikhtilaaf almihani farsamooyinka lagu shaqeeyay ee kala duwan qof wax yaqaan wala amaal iyo hawlaha la hayo oo kala duwan guri hadaad isayso waxa loo baahanaya ninkii dhagaxay dhoobadiisa saari ostaadka aha ki kuliga u dhigeen waa loo baahanaya ki qaldada u rugeen waa loo baahanaya ki nishaarka ahna waa loo baahanaya ki rinjiga ismarinina waa loo baahanaya ki bal markaa biyaha gelinina waa loo baahanaya ki godka qodiyay waa loo baahanaya nin waliba wuxuu leeyahay takhasus kii maamulaya baa loo baahanaya intaasa isugu imanaysa mar keliya midba shaqadii sii wato marka ummad ilaahay oo iska kaashato way laba dhisi kara guriga mid waliba shaqo uu qaban ayuu leeyahay oo u gaara kii biraha laabayey ayaa halkan taagan oo aan laga maarmayn oo isaguna shaqada haddaan isagu soo geli shaqadaas ma dhaqaaqayso mid walba waa loo baahan yahay intaba shaqa ayaa meeshan uga furan mid walbana waa loo baahan yahay waa isna uu u baahan yahay oo shaqadu waa u diyaar kan loo shaqaynayaana waa u diyaar oo ku qasbay falmusaaricu ninka beerta beeraa calaa sabiil misaal haddaan tusaale usoo qaadano nin beeroola ah yaxruthu wax uu beeraa raashin buu soo saaraa wayaakulu min zarcihi waxa wax ka cuna raashinkuu soo saaray kayruhu dad kalaa cuna oo ayaa min khabaazin ka roodhiilaha ee roodhida sameeyaa
دقيقة روحه كهلا كوب بيرلي ده وأدام بيرشين دقيقة يهرودي ما صمين كره ومعلمهم كم معلم كه واحد جاية هذا كم بيروليه يشرين والله روحه عنا يا مشر معلمكم معلم كراشي كروح وصو صار كبيرولها والطبيب كدكتور كا استجنوا روحه وحكمنا بيره أو كبيرته وصو صاره وهؤلاء هذا بقواسي صدق هذا صو شجني يا معلمك إيه كان روليه الدبية iyaka dhaqtarkii hiba saddexdooduba bidowrihim iyaguna kaalintooda yaqbizuna lahu kare roodida u duban isagu moofay wax lagu dubtay iyo warsad malaha ninkan beerta kasoo gooyay waxa dib ugu moofa ugu roodi u sameeyay isagii ka beelola waxa uu sameeyay kan roodida iyo haysta warsada way u allimuna atfalahu kama allinkii isaga bara aruurtu ka beeroli dhalay waxa uu macallina ka macallinka ah oo arurtu u keenaya isna raashinku u keera kan roodiduna raashinka wuxuu ka qaataa kabeerolaha kabeerolaha raadhu roodidu cunayna hadana kana dib ugu celiya way calijuna way daweeyaan almariida qofka bukoo ministry ki beerolaha ahay dadka raashinka u soo saaray ka dhaqtarkeeda raashinkiisa cunay qofki ka xanuunsta isaga u daweeyay kabeerolaha haduu bukoodan kabeerolaha inay isaga daweynaya saasay isugu wada xunayeen waa hakada sidaas uu u wad hay joojin yaani lama tirin karo waa sanifka ariga ee soo yimineyno ee halka gaariga laga soo saarayo ee ka gaariga lacag ka qaadanayo ee dabeedna seelada la keenay ee xarolaha loo dhiibayo ee lacag ka qaadanayo ee ka cawsuna lacag ka qaadanayo ee ka biihina lacag ka qaadanayo ee dabeedna seelada la keenayo ee dilalku lacag ka qaadanayo ee geeskara cun lacag ka qaadanayo dawladuna casuur ka qaadanayso dawada haddana uu suuqa la soo gelayo oo dad kale wax ka helayaan oo saxaadaya dabeedna uu bukhaarka wax ka iibsanayo markuu bukhaarka ka iibsado ama hadduu halkaa ka dhoofo yacni gaariga dambe qaadayo ee ninka taashirka haddana ka faa'iidayo ee haddana alaab la soo gelinayo ee ummaduhu ka faa'iidayaan ee haddana suuqa dib ugu soo noqonaya ee kii wax ku iibsanayo ee alaabta oo haddana dib gaari u saaraya ee haddana nool uu ka bixinayo ee haddana dib looga sii faa'iidayo haddana haddii la tiriyo intuu ku wareegayo lama tirin karo inta uu marayo neefka kari ee ninka reemayii uu ka soo shaqeeyey laakiin isna waa loo shaqeeyay gaarigan mu heleen oo biyahan mu heleen oo cawsan mu heleen oo meeshan ka helay oo cuntadan mu heleen oo waxaan iibsan mu heleen oo dharkan mu heleen oo dawadan mu heleen wax allaalo waxaan uu isna ku faa'iideysanayo ummadda qabanaysa yacni ummaddu markaa way isu wada baahan tahay haddii la eego qof qofka maarmaya ma jiro kaana shabaabu haddaba dhalinyaradu waxay ahaan jirtay filmaadi berigii hore yatacalamuuna waxay baran jireen mihana aabaa'ihim shaqooyinka aabahood unbuu inagtu baran jiray filqaaliy berigii hore nin waliba shaqada aabihiin buu yaqaanay berigii hore hadduu aabihii dukaan haysto dukaankuu baran jiray hadduu aabihii xoolo mii leeyahay xoolahaas unbuu baran jiray hadduu beerale yahay beeruhu buu baran jiray haddii uu yacni macalin yahay macalin buu noqon jiray shaqada aabihiin baa berigii hore ardaygu baran jiray ama qofku baran jiray oo inuu waliba aabihii shaqadiisu qaban jiray fil qaaliba badanaaba xataa idaa kabiruu markay weynaadaan dhalinyarada kacaysaa camiluhu waxay ka shaqayn jireen uun fii haadihi lmihani shaqooyinka aabayaashood hayuun buu nin waliba ka shaqayn jiray de waa sidii geeli nin waliba aabihii iyo awowgii iyo awowgii iyo isirkiisu geeli lahaayeen unuu haysan jiray uun awooda dhaqan jiray uun ama beertii awowgiisii shanaaduun uu beeran jiray nin waliba saasay berigii hore adduunyadu ahaan jirtay walihaada saa daraaddeed kaana waxa ahaa wuxuu ahaan jiray yaqlibu mid ku badan waxa ku badnaa calaa bacdi lusari qoysaska qaarkood iyo reeraha qaarkood alirtibaadu inay ku xidhnaadaan bimihnatin mucayana shaqo gaara oo ama giyo la dhaqdo uuna ama beer noqoto uuna ama haddii lahaydmo shaqo la yaqaano ganacsi hoy ka shaqaystaan una ama farsamo uun ah matalan nijaar uun inuu barto oo awowgii ahaa oo aabihii ahaa oo isaba socdaan oo ninba nin baro nin waliba aabihii baa u macalina oo awowgii baa u macalina wax kale oo la barto oo ummaddu iyo jaamacaday wax ka baratay iyo iskuulamay jirin nin waliba aabihii waxa uu yaqaanun buu ilaashan jiray oo aabihiina isaguu bari jiray oo shaqadaa maaratay la qaban jiray xataa inahum qad yusamuun dadka qaarkood waaba loogu magac dari jiray
وهالج هبل هبل النجار أما النجاري أما عينك ما جيسي بدنا لو بحنشل يعرفون بها وأبل لقوي قانة فرسمضه وعام بيكونوا قنشرين كارهان دول كان عربي الحضارة دي نجوه ري يعني وحياة بدنا نقوم بيقانين أو دبنا إسرهانة أو يقانان أو رئيس وضبر أو دبنا أسرد يقويس كي إسرك وما جعسي قريش نسقطه والناس نقول شرتي أما في العصر الحاضر وقت يعني متتاجن فقد تغير الأمر أنت ويس بدشي وأصبحت وحي نقطي أغلب المهني شقوين كأنت بدن والأعمال هولها لقبتها مرتبطة وحي وكل حرنت إمك بالحكومات الدولة ده هي والشركة أو الشركات هي شركة ده الكبيرة ووين هذا قالها هيستا أي إمك كل حرنت هاي وهذه تشر لا شقته أنتها أو وحي دوريا بالا برتا إمك دولدو شقوينك أي هايس أي بدن أيو دادك صوبح يا هكسن يا أو علمي يا ديارة يا سوق قيب قلو شركة ده هو ويني شقوينك أي هايان أي عدو دون يا أي أردو طوابرنا يا سوق ترتن وقو قلو أي قريق آبه يشقدي آبه مكا كمان نقضو ويواجه واحد لكل ما الشباء وحي لكل ما الشاب إنك داء دياري يدل يردو أول حياتي نلوشي سبلا وقهوري مركو يري هي مشكلة اختيار المهنة وها ولكل ما لبعت تضع إنه شقق دور طق شقق أرض جمرك يري هي دار تام حاضر عند قط الدور إسا أرض إذا بقول كي بس تعاشن إنك بدن ما قرنيان ما كأنه شقق دور طق أو شقق عصام كوس عضا إلى مركو يري هو كو أدق تاج التي يرغب فيها شقق وتشعلها إنه دور طق ويكو أدق تاج بعد انتهاء مركو دمائيو من الدراسة وحبرسلا هذه لو يجيبك الاسكول كان كبحضو اما جامعة محا دورنا يسا ارضي بدل ما يقانان وهذا كاسنا قرار واقو آن لقاتو صعب او آدو ادج او قفكو مركو يريهي انو شقد دورتا ويكو ادكتاي يحتاج وحو بهاي اقو آن كاسي الى تفكير انو انبادن كفكرة ارضيكو محا يالي لان له قرار كاو قادن يشقد او حولان دونا وحي لهدهي آثاره راد بي قفك خريبتا المادية حقا دقاليهيسا راد بي كريبيسا وهالكو كلاسوا بيح الدورو شقدي سيا نولوشيسا والنفسية حقا نفتا يدرين كيسنا شقد او قبريا راد بي كسميسا على الشاب قفر لن يردع في مستقبل حياتي مستقبل حياتي نولوشيسا انت كهدي اصوص عطا شقد او دورتا دقالهان راد بي اقول لهدهي مسكح أهان إيا فكرة أهان الراد بأقول هذا تبعنا أنه قرار كاقاتا ما هو ليرا فكيف هذا بك سيديب يختار الدورتا الشاب إنك دائد يري مهنة وشقدية سوء دورتا واسيديب مركا وحو برايا أساس شقاء الدورة نسوانك الأرضيك تاي وحو لي ينبغي وحو ناقسا أن يعرف إنه برتو الشاب إنك دائد يري أين يضع قدمه هل كلوك تيسا إيقايو هورتا إنه أركان مهيمة إيك هذا يمكن سعطوية لها آردك لهين مسعون كرتيد هل كل لقطة دقة يو وأنه أركان يعني وأنه سدوا لقطيسة وقتي إذا وشرح دونا هل كل لقطة دقة يو وأنه كرتها قبل أن يختار أنت عن الدورين لنفسه النفتيسة مهنة شقة يعمل وكشقة فيها شقة ذا أنت عن الدورن هرت لقطيسة هل كسارة يو وأنه كرتها وامحي شقة ذا وحلا لي إيه كبر أحسن وأنه برتارت وشقة إسر دورا معها لكن شقة كجون أحسن دورا ويا شقة يجون أحسن سيانو كرتها هل كان لغو شيقيا ويكسب الشقاد كالشقيسة دولو كراسو بحيو عيشه نولشيسة منها شقادة الشقادة او قوتل ضروري كهليو وانو مركو هرب برتا الشقادة كفية عن قفك ينبغي واحد هاد بوانا لسن مركا دوليسة الشقادة برتو ينبغي واحد وانا لسن ان يتعرف انو قفك هرب برتو الى صفات نفسه نفسه تلمامه اللي اداي ارنت او قوة ادقو حوي انا ادقو اسبرتو محادكو وانا لسن داي عند كل شركة حتى أوبا هانت حتى استهادوا حتى كل عشان تهاي برا مدة بضم 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 أي قاعدة تها إن هالسبرة تها أدوه ده تكون يسقف كون يسقانو مو اسمه يقانو الدنيا ده كلوه نجد وانت هالو مرتاي وضد يعني علم نفس جس كل شيء يقان أي ضد كأخرية أو أرد جس سؤاله يسوي دين يو يسد وحو برا نيو يو حكومة هاي سيجا شيجا ولا هو حساس كوف عن تأدوه برا إنه قتاملهن حتى والد يقانا ويريه مركا علمه هنا إنه سبرة مدبب ضم يكون قادتها إلا أو تجربة قرأ اسمه قرنين إن الجيسي تهاي مياس قرن كرتها دانا دقال بجرين تهوال سوها يسن كرتها لكن ما أدريك
هذان دجال بقرين إن الجيس تهاي آل سكر الميس لكن هذا صوقة شو واسكرنا يساعدك كم هو كران كران واسع صوقة له مركز شقق أذكون عايزين تهاي قرشة ديدو وح أوباهن تمد بدن وقف كإن لقى عاوية حتى أوباهن تلامي حطوا النفتي سات تلامي هذا برتا يو ما لديه وح يسق أجيال قف كأكتيس مع قف أكتيس يالا وح وقفه هيسال لي ومن نواحي القوة إن عيد أود وقف كله هاي والضعف يقبل من عيد وكلته تصارم على قصة قاطع هذي أضو حبر شكو شرته قف بحث في جيسو آدو بني وقيب أود أولي قف بحث في جيسو يريح وقيب تعفيه كترة قف بحثن وعرضك وأود أولي هاي قف بحثرات بدل لكن فهم بدل فهم كنوا أود خشرات ومواطعيف كترة رواس فرب صعودة حتى وقف ولو نقطة القوة هي نقطة الضعف أولي ميل وكوة ناكسين يهي يميل وكليتو قف با فهم بضم ووحق آكتا تصالحان وأودوا ليه لكن أخرس كأنه كل هذا يتركيز إنه ينبضن وفرد يا وكو أدقت هاي وضعيف وليه هاي قف با فهم ير لكن ونمد دال بضن وآن مدال أهو مسكح يسوي أدقيس بضن تاي وأود كلو ليه هاي مركز لها طوارد صبرتا أود أليه هاي يأتال درهيدا كوكو جرتا لبضا وارد بركابه تلو ليه وأن يتأكد وأنه هبيه أكد وأنه هبيه من ميوله وحج عليه شقد على تعش هنا وأنا هبيسها وشقاء النفط هذا نعبت هاي نفط لقمة خصبه شقد وأنا تعش هاي الدورس ويعرف وأنه يقانا ما يحب وحج عليه هاي ميول واحد لحاجة نفط هذا وتشيده أيه وتشن تعلى نفط تعش هاي ويعرف وأنه يقان ما يحب وحج عليه هاي ومن المهن شقويك النفط هذا كر على تهاي يعني هذا قطع الدورس وانا تقانا قفا تشعل نفسي سوء نختار نقضى امه وانا شغالات دون تهدى قلقا اوود هدو اولي هاي وصفوين كيدي كل اولي قفا تشعل الانجينير نقضى هدو اوود دي اللي هاي وانا دون تهدى قفا معلم ماذا تشعل انو كون هايسين اسوارك وانا دون تهدو دي هاي قفا قنع سيبع مصر كون هايسين وفكر كيدا ومدول بفكر كاري لان ويو وضوينا مرتين مسكحة قونية تيسا اوتشعليها الرعو نوول بي يعني شغل اوتشعليها هكذا شقيه مركور هاي سبرتا شقيه تشعشا وما يكره الشقيه أن عبيه هنا وأنه يقانه أعانه تشعليه وإن صدق الإنسان قفك هطور هن أشيغه مع نفسه نفتيس إيك نفتيس قفك هطور هن أشيغه هذا هو حانا لحين إسكاردكتو نفت هذا هن ما سيقبل أوليه لكن هذا تصير هنا نفت هذا أبو شاكتو حتى هاي أو أتقدر كاريه قيمها قد تقامبل أوليه وإن صدق الإنسان قفك هطور هن أشيغه مع نفسي نفسي سطور هنا شيء أو نفسي سأقيمين كرو أو واحد هاي ويقان واحد أودي كره سنة جرنا يو واحد أودي له هنا ويقانه يعينه خمت نفسي سأشيء واحد كعاون دونتا أو كعاوسا كثيرا فربضا وعلى اختياري مهنتي واحد وجيس دونتا أقانت ويقانا إنه شقة دارته على اختياري مهنة المستقبل شقة أونرجيز أنت هذا قبنا دون سدوا الدورن لها واحد كعاون إذا إنه نفتي سبرتو هن نفتي سأشيغه ونفتي سو همي إليه دهي إيه واحد إسكت لغيسو إيه آنا يحن وانو لهذا متيدو حا واحد تهين وانو شيغه وهو إسكوا مطمئن إنه كالصون أيو قادن دون أحضو إسيقان وكالصوني بدن كو قوام حايب كالصوني بلوحدة إلى اختيار العمل شقد أودو إلى حسن الاختيار إنه سيوان أيسان شقد أحشو أودونيو إيه إسكوا كو هبون أيكا عاون إسان وبعد أن يتعرف الشاب مركو قفك برتد بديد إلى نفسه نفتيس وحيابها أدي يشار صومالدن آدو قد نمان إنه قفك نفتيس ويقان وحلقية بقور وينادي إنه قرطه وحكوه لك سنة وصوء صوب الهواي أدك تحي أي أرغي يابا وردو وقتك اللومي ومركو مدد تجربة كتريئة إسواني أطاب قرن لحيد ما أنتي هل قصدك بلابا هيد وحكا تاقيرين مهرين وبعد أن يتعرف الشاب قفر لأن يرد مركو برتد بديد إلى نفسه نفتيسه يو صفاتي تلمامها أوليه ينبغي وحكوه ناقسن عليه قفك داء دير أن يتعرف أنه دباد نبر تهدنا إلى عدد من المهن شقوين بدن ودور خرط إنه برت أيضنا أو دراسية شقوينك لفتود إنه برت ليختار سوء قد دورت منها شقوينك بدن ما يناسب شقد أقوه ناقسن انت شقيقه وحيسيه وانو هذا انجينيرينك هل كان صوتك
halkana waxa soo dhigtaa dhaqtarnimada halkana macallinimada soo dhig halkan ganacsiga soo dhig afartaas shaqo waa inuu daraaseeyo si uu shaqeeyaan iyo si yihiin oo dabeedna uu mid kala baxo inuu mid uu qaato maahe dhowr shaqo urunaya dabeedna mid buu ka qaaran doonaa وهذا أرين تاسي أمر ليس سهلا وأرين آن لبيرين فربما لا يجد ما هي أرين تا تورسل سقطوا لبيران وين فربما وحل غيابا لا يجدون أنهرين المهنة سقطي التي سقطي تكون مناسبة له سقطي كها بونان لحين إنه قف وايا لغيابا ترين با أو سقو تعلان لها أود دلك بين أنك ترين با لغيابا ولقدرته قدراته أوده إلى هاي أوسيي iyey kartida ku abuurina maskax iyo muruqba shaqooyinkii isaga ku haboona inaan dalkaba lagu hayn ba laga yaabo wali istidaalatihi diyaar garowgiisa iyo naftiisa waxay xiseeyneeso shaqadii ahayd inaan jirin ba laga yaabo su'aalaha nimba bayload inuu shaqada jacayl ka soo qaado dalkani maka diyaarad aad ka xisaabo ma jirto oo aad leedahay ma taala tu dowladina ma jirto dabadeed naftiisa waxa kaga go'antay inuu bayload noqdo waxa laga yaabo dhibaato badan kala kulanto haduudan nuclearka inuu barto oo aad u jecel yahay tii ma hayo warshadaheedii iyo jaamacadaheedii midna ma hayo tii waa dhibaatooyinka qofka la soo darsi karay ka mid tahay wagaa jidu alkathira waxa laga yaabaa inuu helo wax fara badan oo minal mihani shaqooyin inuu helana waa laga yaabaa oo munaasibatan limuyulihi dareenkiisa iyo jacaylkiisa warraqabaati jacaylkiisa muyulkii raqabaad ku waa isku mid yacni muyul xagga naftiisa u janjeedho ee ay xiiseen xiisihiisa warraqabaati jacaylkiisa shaqooyin badan uu jecel inuu helana waa laga yaabaa ooyona kale xulasho u baahan ilama wada qaban kareen haddaba likay yasila si uu gaadho ashaabu ninka dhalinyarada ahay ilaa qaraarin go-aan siduu u qaato saliimin caafimaad qaba oo wanaagsan yajibu waxaa waajiba an yakuuna horta inuu noqdo ardaygu ninka dhalinyaradii marinan nin dabacsan marinan waxaa looga jeedaa nin dabacsan oo isbedeli kara oo hadduu shaqada waayataa qaadan kara oo haddii lala taliyo talada qaadan kara miduu wax uun ku qalafsan oo leh anigu taasumana aqbalaya waanaanu noqon dhibaatooyin baa qofka la kulmi kara waanu diyaar u ahaada inuu wax kala doordoorto talana qaadan karo fikirkiisana bedeli karo oo qof laablaami kara waanu yahay waa qodob waa yudrika waa inuu garto oo ogaado annahu isagu yastatiicu inuu awood u leeyahay an yudkina inuu si fiican uga shaqayn karo mihnatan mucayana shaqa horta gooni ahoo gaara inuu ku wanaagsan waa inuu is ogaadaa oo uu taa dareemaa akhara min siwaaha shaqooyinka kale oo dhan mid ka duwan oo uu si gaara u yaqaan qof waliba wuu leeyahay inuu horta taa ogaadaana waa muhiim waxaa kale waa inuu ogaadaa anna hunaaka halkaa inay ka jiraan adduunyada mihanan shaqooyin ukhraa kalena inay jiraan oo laa yaqdiru calaa itqaanihaa aanu inuu si fiican uga shaqeeyay awood lahayn ila qofka ilaahay shaqooyinka yaalla way badan yahay qaar buu u dhib yareeyey waana daantaa inaad qaarna ku fiicantahay qaarna aanad ku fiicnayn oo aad iska jeclaa uun maahe horta inaad waxaad ku wanaagsan tahay inaad duyadan jiro shaqooyinka wax aanad ku wanaagsanayna uu jiro diyaarna aad u tahay inaad wax xulato oo hata haddaad go-aan qaadato oo go-aanka aad u aragtay inaanu kii saxda aha ahayn aad ka noqon karto haddii lagula taliyana aad aqbali karto doorin karto go-aankaaga horta taa waa inaad tahay marka hore يحتاج وحبه هاي الشاب انك دلن يرد هاي الى التدريب انو تببر انو اتببرتو على المهنة الشقادة التي الشقادة يعتقد امسي هاي انها شقادة ستناسبه انه كوها بونتا الشقادة امنو تببر كيدو وانو قرو هدو سليا انك هاسي واحد كوفي عانتها الشقادة يعني مارتي عافمات كانت كشقيسو وكو اقوانتا يدبرتو waanu tababarkeeda baragti kalana oo u galaa waylaa iktisaabi khibra waa inuu helo waayo aragnimo fiihaa shaqada ku saabsan inuu helo khibrad waxa la yidhaahdaa qofku markuu cilmiyan u barto inuu camaliyan gacanta uga qabto wixii shaqada ahaa oo uu shaqadii faraha la galo xataa yaxsula si uu u helo cala almahaaraati aqoonta cala asaasiyati lafdhabarta iyo aasaaska u ah ee saldhigga uu shaqadan uu doonayo waa inuu sideeda u barto oo uu ku shaqeeyo masalan qof baa jaamacad ka soo baxaya wuxuu ka soo baxaya caafimaadka waxaa la keenaya dhakhtarkii aqoontiisu ma dhammaystirna wax badan 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 baa ka dhiman wuxuu soo dhigtay wax ka badan baa ka dhiman oo ah maxay inuu ku tababarto wixii uu soo dhigtay uu fuliyo marka waa inuu tababarna u galaa shaqadii gacanta ka qabto hadduu fikir ahaan u xafiday darsi ahaan u xafiday
وين عملها وقبتها ما كنت ما هذا نك عن طلاق قبلنا خلونا سدارد أو سارد أو سارد أو معلن كله أو توبرة يا كله أو خبيرة أو حيط صيام والمعلومات وأنا برت أقونتها الخاصة تجار خوا بها شقضاء وضرتي وأنا شقهان وفريا أو مهضوع المهام صبرتي بركتي لكن أنا كنت أما التطبيق وحلا إلى هذا وشقدي نبهان وقبتها بطريقة عملية وكذا حب يوضع شقاء وقعنتك شقائه ويحقه فرح لقل وبذلك سيدا درتيد يعد وانو الديار قريه نفسه نفتي سواء ودياريه للمهنة شقادا وقريه اعدادا ديار قرين كافيا كفلا وانو هلا او كتب برتو هدوم ننكا معلنك اتو صالحان ماركو كسوق الانتبية كل يدا يعني لغتو برا تديري المدرسين كا haddii aanu sabuurada tagin oo aanu macallin noqon waxba uga dhiman marku ka soo qalin jabiyo horta waa inu tababar gala oo uu macallin kale tababara oo casharka sa loo diyaariyo iyo sa loo gudbiyo iyo sa la is loo diro iyo sa loo saxo iyo sa imtixaan loo qaado iyo waxan oo dhan iyo sa casharka loo gudbiyo waa in la bara oo de waxa u dhiman ilaa arday uu buu soo ahaay macallin uu noqone tababar buu baahan yahay waa tusaalaha macallin koo kale shaqo kasto oo la qabanayana waa nooca adu injineer kasoo qalo jabiyo waa in la helaa nin expert ah oo yaani khabiira oo ku tababara injineernimada soo bartay qaybta ay tahay ku u gaara oo practical u baro waa inuu helaa oo u diyaar garow qaata wa takthuru hadaba waxa badan al munafasatu tartanka ku badan ahyaanan mararka qaar kood hawla baad al mahani shaqooyinka qaar kood waa loo tartama دون بعض الآخر قال أنا لقطر تمين وضدك أدوش علي نوي تران وطسالان ما أنت دلكي النوكري هدي امتحان كمارك القاضي كل يدها عافماتك ترتم بضن بها اللوقلا ومارفي وحقر عاد شارنش بضن وأرددو وي أطر تمان إن يربان هيسا وإنت اللو بها هي باير أما لقاضي كري تمنوا لقطر تمان قارنا وحلقا يا من عقبا قطر تمينو ترتم كود بيري هدوك ما أنا حسينين لكن كوانا هو اللو بها ده ننك يسوي تعال وشغل له بهاي هاي أيضاً فائدة ذي ذي وبعض المهني شقوين كقاركود لها وحي ليهين بريق هلاع قاربا هلاعة وضدك أصوه هلاعة وإذن يردو حيسيان وإجعليهين غير أن أجر العاملين هسي يشيك هو كشقية فيها شقدا هلاعة بضن يددك أي وضع إيقان اللاعة يلا وضع إلى شدو مشقايد يمشهر كهلان قليل ويرتعي دقارها لقى هلاع oo yaraada oo mid wax laga yaaba inay arday badani xiiseen saxaafada galaan oo maartay ay calaamka ka qayb galaan laakiin wax laga yaaba shaqada laga qaata inay yar tahay oo maartay mushaharkoodu mushahar iska yar ama wax laga soo xaasiliya inuu yar yahay ba laga yaaba faajib waxa waajiba an yakuun inuu yahay ashaabu ninkan dhalinyarada shaqadoonkii ala cilmi inuu aqoon u leeyahay bidaalika waxaan aan ka waramayno waa inuu aqoon u leeyahay حتى يختار إلى أو دورته مهنته وشقديس وأنه ملكة أقيهي وحن أن كشيه كينا أنه سوي سقو أو أق أو دورته هدو أنا كدي سقو نقن أما أنا كهر إمن وح أنا فلني وأن يعرف وأنه يقانا ميزات المهنة تلمامها أي لا هذا شقدا أو دوني الحقيقية يعني تلمامها قارة أو لا هذا شقدا هدو ملكة فرح الله لقلو أي شقدا إلى هذا وح لقيا بهدو هذو مثلاً إنجنيير نقضوا أو مكانك الإنجنيير هذو نقضوا أو بركت كل جهاد دومر فسليد يوحنا صوتا مريو وياوي أنا أروح المحاك سوقي أو شقدي الله ما عنده أنتو وين سيو هذا هذو يعني ماشي وقليا شقدي ذو واحد حي ثاني هذو يا بقول نقول هذو مثلاً شقدي اسمها وقليا هذو أي دبعت تكون قطع رك يرفض أو مركي هراء سيدو مودي أكيد وناتو وين مركي هرو هذا مركو شقدي تقو waa ka kala kulmi doona oo yaqaano aasmaas oo kala wasaqay ka adag ee looga baahan qofkii uu heegan uu ku jiro hurdadiisu yaraato marulba uu taagnaado waana la jecel yahay markii hore dhibaatooyin badan salkay ku haysa waana saa u yaqaana inay dib badan tahay washabu ninka da'da yar alladii ninkaaso yaarifu nafsuhu naftiisa yaqaana haqal macrifati aqoon dhaba naftiisa u leh naftiisa ويعرف يقان الأعمال شقوينك المختلفة كل دوان إلى قبنا ينا يقانا يسوي السدابو يسوي يقانا أرضه ينكر اللي يري
shaqooyinkana uu yaqaanaa uu doornayo iyo hawsheeda iyo dheefteeda iyo dibteedaba uu yaqaanaa yusbixu wuxuu noqdaa ninkaa dhallinyaradiihi qaadiran qof awood u leh calaa ikhtiyaari inuu doorto maa yunaasibu waxa isaga ku haboon buu dooran karaa oo min almihani shaqooyinka ka mid a fayajuu wuu yimaadaa qofkaa intaa isku darsada ikhtiyaaru doorashadiisu waxay timaadaa qariiban min asawaab sidii saxda ahayd bay u dhowaataa hadduu naftiisana saan u yaqaan shaqada uu dooranayana yaqaan oo uu doorashada sidaa ku galo sida saxda ah unbuu ku dhowaadaa qofkaas hadhow kama qoomamoodo wa calaa kulli shaabin arday kasta waxaa waajib ku ah an yudrika inuu yaqaano oo ogaranayo anna sifaata anna sifaati tilmaamaha anna sifaati ashakhsiyata tilmaamaha qofku leeyahay tan muu way koraan tilmaamahaagu halkii uun ma taagna eegada aqoontaadu way kordhaysaa waayo aragnimadaaduna way kordhaysaa dulqaadkaagu kordhayaa waxyaabo badan oo hadhow qofku leeyahay baa kordha oo markuu qofku weynaado way la koraan markuu waayo arag noqdana way la koraan warkuu waxbarasho yeeshana way koraan tilmaamaha qofku waa nashaaba qofka da'da yari qad yatagayaru wuu isbedeli karaa fii nafsihi naftiisu way isbedeli kartaa wayatbacu wuxuu raaci karaa wayatbacu waxaa raaca hadduu qofku isbedelo daalika isbedelka qofka waxaa raaca ikhtilaafu raqabaatihi wixii uu jeclaana way isbedelaan hadduu qofku yacnii isbedelo markuu weynaadana way isbedeshaa wuxuu jecel yahay wa muyuuluhu dareenkiisii baa isbedela qofka tusaale ahaan markaad iminka da'a yar tahay soo ciyaaro badan ma jeclid oo dadku dhallinyaradu ay ciyaaraan hadday kubad tahay hadday wax kale tahay qofku markuu weynaado wixii soo ma naco oo waxa dantiisa ku jirto uun ma raacdo oo marka dambe masaajidka un ma jeclaado oo cibaadada in badan ay ma jeclaato oo waxaan dadku xiisaynayaanba xiisihiisu kuma baxo naftu saasay isu bedeshaa oo maaragtay wuxuu yaraanta jecel yahay hadhow wuu nici karaa waagu sidaana ogaadaan maxaa keena inuu qofku isbedelo ama dareenkiisu isbedelo natiijatan waxay ka dhalataa likhibratin jadiida waayo aragnimo cusub oo iftasabahaa qofku shaqaystay ama helay waayo aragnimo cusub baa qofku helayaa dabeedna wuxuu mar jeclaa ayuu nacayaa wuxuu nacbaan jirayna wuu jeclaanayaa dareenkiisa isbedelaya waayo aragnimadan uu helay aawadee aw thaqaafatin aqoon iyo cilmi xasala calayha uu helay aqoon uu bartayna dareenkiisu waxbay ka bedeshaa dabeedna wuxuu necbaa ayuu jeclaan karaa wuxuu jeclaana uu necbaan karaa hadduu aqoon kororsado oo mucaasharati unaasan hadduu la dhaqmo dad lam yucaashirhum aanu la dhaqmin min qabli beligii hore dad waayo araga oo aqoon leh masalan tusaale ahaan hadduu la dhaqmo oo la fadhiisto waxaa laga yaabaa inuu isbedelo oo uu noloshiisii hore ka baxo waa min alkhayri haddaba wax u wanaagsan lishaabi ninka dhallinyarada ah fii asnaa'i daraasatihi markuu waxbarashada ku jiro an yahtama inuu ku dadaalo kasiiran in fara badan bidarsi horta dhigashada iyo waxbarashada ha ku dadaalo iyo wataxsiil inuu cilmi helo horta ha ku dadaalo qabla an yasira intaan u gaadhin ilaa marxalati ikhtiyaari mihna waqtiga uu dooranayo shaqada intaan u gaadhin horta cilmiga aada ha u barta buu yidhi wa an yadaca waa inuu u sameeyo linafsihi naftiisana khutatan waa inuu qorshe u dhigo qorshe intaanu weli dooran horta cilmiga ku dadaal qorshena ha u dhigo marinatan qorshe dabacsan qorshe dabacsan waa maxaa qorshe dabacsan waa qorshe la bedeli karo oo qaabil litagyiir ah in la bedelo u diyaara qorshe la-aan looma baahna iyada asalkeeda laakiin qorshihiisu waa inaanu go-aan gaadhin ba leeyahy rasmi ah laakiin u dhahdo waxaasaan doonayaa saasaan qabanayaa saasaan yeelayaa wax ka wanaagsan haddaan arkana waan bedelayaa oo dareenkaa haysto ayaa la doonayaa qofka tasmaxu lahu qorshahaasoo u ogolaan kara qofka hadhow bitakyiiri inuu wax ka bedeli karo hadday noloshiisu isbedesho dareenkiisu isbedelo aqoontiisu isbedesho dhaqankiisu isbedelo oo doorashadiisii markaa isbedesho waa inuu ka noqon karaa wixii hore u doortay wax ka wanaagsan hadduu arko wa tasaruf yacni inuu isbedel samayn karo waanay u fududtahay hadhow ee waanan odhan haddaan taa waayey wax dambe ma qabanayo niyajab inaanu ku dhacayn baa la doonaya qofka waxaa jira dadka qaar hadduu jaamacadda intuu go-aansado matal inuu dhakhtar noqdo uu waayo jaamacaddii aqoontaba ka tegayaa oo wax kale oo aanu aqbalayaaba ma jiro taa looma baahnaa waanu ku talagalaa in uu qorshaha wato weliba uu leeyahay ikhtiyaaraad
haduu ka waa inuu kaal doonto haduu ka waa inuu ka doonto oo markii hore naftu u arbiyo inuu isbeddel nooc aan sameyn karo waxna kala dooran karo hasbu ma yaktasibu hadba wixii uu helo oo min khibratin waay aragnima ah iyo cilmin aqoon ah inuu ku saleeyo isbeddelka oo haduu mid doortay oo cilmi kale helo oo waay aragnima helo oo shaqadu yaqaan doortay wax kale ka soo baxaan oo dhibaatooyin aanu ogeyn oo ku arko waa uu ka guuri karaya oo dabeedna tu kale u guuri karaya oo tu kale oo ka wanaagsan hadii la tuso oo ka faa'iido badan waanu qaadan karayo waxaa samaysay wali manhaju wasaaradda macaarif ee mamlakadda carabiga ee Saudiyada ayaa samaysay oo aynu kasoo qaadnay manhajkeenu kasoo qaadnay buuri oo intaan kasoo dhex goynay bitasarruf inagoo isbeddel ku sameynay wax ku dardarnay waxna ka jarnay oo aan sidiisi u soo wada qaadin laakiin asal ahaan mowduucan waxa laga soo qaaday manhajka wasaaradda waxbarashada Saudiga hadaba ayaa laga soo qaaday cinwaankan isticaab hadaba wuxuu nimanka sheegayna in la fahmay u baahan tahay tadriib waahid waa leeniska koobaad baa calaamada sawaab calaamada saxda saar aw khata ama calaamada khaladka saar thumma saxih alkhata khata adigu sax waxaan kugu soo socdo as sawaab si saxda ana in aan ku wada qor waahid waxa weeya yakhdumu u shaqeeya al basharu dadku baadhum baad qarba qarba u shaqeeyaan ilaa baa isu saxray taas waa sax اثنين إذا عمل الناس في مهنة واحدة تطفو هذي كشقيان شق كليا أو مخلوق أرض مسكو شقيه هاي تقدمت هرمر بيجاري لهاي مصالحهم دنوهدو وهرمر لهاين تطفو هذي شق أرض وتقبريان تاول خلد يا أو هذي تطفو ذيهين وذا معلن أم أو واحد كلب عيد قبرين ما هرمر ثاني نوش ويبابي لهاي هذا ما وحول في الماضي برجي هراء ثلاثة في الماضي دت وقت جيت جي عمل الشباب لأن يردوا حكي شقين ترين في مهني آبائهم شقوين كأبوه ومنه اللي بدحل تري أو برين تري ثالثا هو صح أربعة يوجد الشاب وح يواجهه الله كل ما الشاب إن كدا على يري في أول حياته نرشي سبيل وجيدا مشكلة اختيار زوجة وح نبات كسر قادة سدوا قبر الدوران لها حاسة ثالثا هو خلاص waxaan soo marnay wuxuu dhibaato kula kulmaa fi ikhtiyari almihna almunasiba shaqada ku haboon sidoo u qaadan lahaa ku dhibaatooda taana wal qaldaya khamsa min alkhayr waxa uu wanaagsan lishaab ninka daada yar fi athna'id diraasati waqtiga uu wax baranayo wax barashada ku dhex jiro an yahtama inuu ku dadaalo bi ikhtiyari mihnati inuu shaqada uu qaban doono doorto taasina waa qalad waxaanu nidi waynu ku dadaalaa waxbarashada uun oo kaliya qorshana uu dhigtaa hadhow uu ku shaqeyn doono qorshahaasina uu yahay qorsho yaani aqbali kara in wax laga bedelo tadriib tani layliska labaad ikhtar li jawaab saxiix jawaabta saxda ay makana dooro bi wadci daairatin adigoo saaraya goobo gelinaya xawl al xarf al munasib xarafka ku haboon xarafka markuu ku leeyahay waxa weeye su'aasha صدح جوابود او اي كلي ساريهين الف يبا اي جيم با سؤال ولا دبا يالا اما الف كغلي حرف كالف اما با ده حرف كاغري اما جيم كغوبده غري وام هاي تكوبات كان شباب وشباب وخا اهان جيرين دفت داده يري في الماضي برغي هوره يعملون وخا كشقين جيرين في مهن حكوميه والف جي شقه دوله ليده هبي قبن جيرين با لدى شركات شقين جرين شركتها وشقين جرين جيم مع آبائهم آبياشود بلي شقين جرين تاوضن بيسا جيم كا قوبل قلين ايا آبياشود بلي شقين جرين نولي بس شقاد آبين بلي شقين جرين اثنين صدق الإنساني قفق هدوهن الشيغو مع نفسه نفتيسا يعينوهن تاسوحا كعاوسا هدوهن اسو الشيغو ووحو يها اسبرتو انو قفق اسبرتان ما هاولي ربينوني inu qofku isbarto oo markuu isbarto naftiisa run kula hadlo yuuinu waxa ka caawisa alif ala ikhtiyar almihnati almunasiba inu doorto shaqada ku haboon ba ay taarafa ila sifati nafsi inu qofku barto nafihiisa nafti ilmaamaha naftiisu leeyahay oo isagu tilmaamaysa uu barto jim ay taakada min muyuli inu hubiyo oo si dhab ah u ogaado waxa dareenkiisu jecel yahay waxa goobada gelinaysa taalifka ahoo waxay ka caawisaa ikhtiyaar mihnata munasiba
kuwan waa markuu halkoor isbaranayayba isagu kuwa dambe ee markuu saas u barto wuxuu ka faa'iideystaa inuu shaqada ku haboo barto talaata yuudu shabaab wuxuu u diyaariyaa ninka dhalinyarada ahay nafsuhu naftiisa lilmihnati shaqada uu qabanayo u diyaariyaa siduu ugu diyaarin karaa bil alif fil munafasa waanu tartan galaa jii ba iktisaabul khibra waanu waayo aragnimo kasbadaayo oo shaqada gacanta ka soo qabta jiim almacluumaat aqoon badan waanu ururiyaa saddexdaa waxaad gooba gelinaysaa taba'da ah oo iktisaabul khibra inuu waayo aragnimo kasbado ayuu ku diyaariyaa naftiisa afar ama arbaca idaa wadaca shabaabu shaabu linafsi khuda marina hadduu u sameeyo qofka da'da yare naftiisa qorshe dabacsan waxaa looga jeedaa qaabilun tagyiir waxau dhigayaa qorshe ama balaan wax la yidhaah oo dabeedna wax laga bedeli karo hadduu sidaa u samaysto ardayga da'da yar ama qofka dhalinyarada ahi alif yaktasibu wuxuu helayaa markaa khibratan wuxuu helayaa waayo aragnimo ba yastadiicu wuxuu kari karaa التغيير الاسبدل سمايو جيم با يستطيع تصرف اسبدل ما سماين كرو وحا مركا انو غوبدا غلينا بادا يستطيع التغيير وحا اودو له انو اسبدل سمايو قفكاس الى وحو سمايستاي قرشه دبعسن او وخ لغا بدلي كره خمسه من المراد بكلمه له ارغ له ما خا لوغا جيدي في عبارتي يجيزون له يخبزون له بان جيدا مركا لهان رو ديبه او سماينيان حال لغة جيدة لهذا في الفقرة الأولى تدعيها محي المعلم الطبيب في الفقرة الأولى تدعيه رأي حال لغة جيدة إرهي له بكل ضمير كاسوك هالليا حال لغة جيدة المعلم بها لغة جيدة الطبيب نخدكها بها لغة جيدة المزارع نكبر لها بها لغة جيدة صدح ذات يلا صحة وحد قوبت قل إنسا جيمك المزارع وحكولي نكبر لها تاشنكو صوصارة waxa cunaa macallinka waxa cunaa ninka dhaqtarka ah waxa cunaa ninka roodida sameeya markaasuu dadna ku yiri yakhbizuna lahu iyaguna waxbay siiyaan oo maxay siiyaan buu ku yiri ninka roodida sameeya kii raashinka soo saaray isaga roodida u sameeyay buu ay ku yiri kii dhaqtarkii raashinkiisa cunay isagu daweeyaa buu ku yiri kii dhaqtar kii ahaa macallinkuna isaga caruurtiisu wax baraa markaa dabeedna dadku saasay isugu xidhayeen oo qofna qofkaba maarbo dabeedna lahudaasi waxa u taalay lilmusaaric ninka beerwalaha ee dadka cuntada siiya isaguna dadku waa u adeegaan oo wuxuu u baahan yahay dad way siiyaan oo waxay siiyaan cunto ay siiyaan oo dhar bay ka iibiyaan oo caruurta wax u baraan oo kama maarmo yacni qofna qofkaba maarmo walaa aclam bisawaab wabilahi towfiiq.